مجلس النواب يؤجل التصويت على 4 قوانين مدرجة على جدول أعماله بسبب خلافات سياسية على بعض المواد والفقرات، قانون العفو العام والأحوال الشخصية، إلى جانب قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي، فضلا عن قانون إعادة العقارات تأجلت دفعة واحدة بعد عدم نجاح الكتل في إيجاد صيغة توافقية عليها. كان المفروض اليوم إحنا نمر بالقوانين، وكان الخلاف على إلغاء قرارات مجلس القيادة الثورة. أما بالنسبة للفقرات الأخرى، تعديل الأحوال الشخصية وكذلك العفو العام، إحنا اتفقنا على أنه يمر ثلاث القوانين في سلة واحدة وبقرار الواحد في مجلس النواب. يعد طبيعي أن يمرر بسلة واحدة، ولكن خلافه بهذه الدورة عدم وجود المكون السني داخل رئاسة مجلس النواب، لذلك حال دون المضي بشكل طبيعي. وعلى الرغم من الخلاف النيابي الحاصل، إلا أن برلمانيين أكدوا أن الحوارات بين الكتل متواصلة لتمرير القوانين الأربعة، لأنها قوانين مهمة وتنتظرها شرائح واسعة من المجتمع العراقي، ملمحين إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق قريب. هنالك جهود حثيثة وجهود برلمانية وسياسية بغية تمرير القوانين، هنالك نقاش وهنالك جلسة بين رؤسات الكتل وبين أعضاء اللجنة القانونية بغية اتفاق على صيغة توافقية لمجيب هذا القانون. وسبق للبرلمان أن أنهى جميع الخطوات المتعلقة بتمرير القوانين كالقراءة الأولى والثانية والأخذ بالتوصيات والمقترحات المقدمة من الجهات المعنية، ولم تتبقى إلا عملية التصويت عليها لتتحول إلى قوانين نافذة. خلافات عميقة تحتاج إلى المزيد من الوقت والحوارات بين الكتل النيابية للتوصل إلى صيغة توافقية على القوانين الخلافية لإقرارها وإدخالها حيز التنفيذ. من بغداد، محمد جبار، العراقية الإخبارية.